في الكورس ده هنتعلم ازاي نستخدم كارلا عشان نطور عربيات ذاتية القيادة. في أول أسبوع هنثبت المحاكي مع بعض ونتعرف على كارلا ونعرف ازاي نحمل خرائط مختلفة. في الأسبوع التاني هنشوف ازاي نتحكم بالبيئة، زي إننا نتحكم في الطقس أو نغير الوضع للوضع الليلي، وازاي ننزل مركبات جوه كارلا ونتحكم بيها، وازاي نشغل الكاميرا وناخد صور بيها. في الأسبوع التالت هنشوف مواضيع متقدمة في كارلا، زي إننا نشغل اللايدر ونعرف كل بوينت حواليا على بعد كام مني، وهنتعرف على السينكرونس مود، وهنعمل فيوجن بين الليدر والكاميرا، وهنشغل سنسورز تانية زي الكوليجن سنسور واللين انفيجن ديتكتور. في الأسبوع الرابع هننقل للجزء العملي في كارلا، إننا نطبق على اللي فهمناه، زي إننا نعمل جنريت ترافيك أو إننا نجمع بيانات عشان ندرب موديلات الـ AI، وهنشوف تطبيق عملي وهو اللين كيبنج وتحديات قابلتنا ونصايح ليها وللتطوير المستقبلي ليها. ايه هو محاكي كارلا؟ محاكي كارلا هو محاكي اوبن سورس معمول مخصوص عشان نطور سيارات ذاتية القيادة. ميزته انه بيوفر بيئة واقعية فيها مجموعة متنوعة من السيناريوهات اللي اقدر اختبر عليها العربية، او اخلي العربية تتعلم منها من غير ما انزل العربية في العالم الحقيقي واخسر فلوس وهي لسه بتتعلم. ممكن اجمع منها داتا عشان ادرب موديلات الاي اي، وبتساعد العربية انها تكون سيلف درايفنج. فيها خرائط كتير تقدر تختبر عليها العربية، وكذلك سنسورز كتير بتحاكي السنسورز اللي هتكون موجودة في العربية الحقيقية.